يمكن لي سمحتوا لي نبدا بالملتمسات النهائيه ديال النيابه العامه. النيابه العامه التمست في الاخير ادانه المتهم وفقا لفصول المتابعه، والتمست ايضا ادانه المتهم وفقا لفصول المتابعه بالاضافه الى الحكم بعقوبه مشدده تصل الى الحد الاقصى للعقوبه نظرا لخطوره الوقائع الجرميه وتاثيرها على المجتمع. السيد وكيل العام كانت مرافعته دون مجامله، كانت مرافعه قانونيه فقهيه قضائيه مقارنه، اعتمادا على الوثائق الدوليه، اعتمادا على اتفاقيه باليرمو، اعتمادا على التشريعات المقارنه، وكثيرا اقول لكم بصدق كثيرا ما تقاطعنا الافكار اللي جينا بها، كثيرا ما جاءت متطابقه مع ذاك الشيء اللي انتهى اليه السيد وكيل العام. هناك في الملف عدة وسائل إثبات تتساند بعضها بعض، تصريحات الضحايا متطابقة، وحدة الزمن، وحدة الأفعال، كلها تجرى في مقر العمل ضد مستخدمات خارج وقت العمل. كان يستغل المتهم ضحاياه في الصباح العمل وفي الليل الجنس، أكثر من ذلك أثناء الممارسات الجنسية الاعتداءات الجنسية كان حديث عن العمل، حديث ومغزل، كان يسمع لشكاويهن حول العمل لظروفهن الاجتماعية مما يدل أنه كان يستغلهم. أكثر من ذلك يمكن نسميك واحد المبدأ، واحد الضحية قال السيد وكيل العام قالت للمتهم امتنعت عن الاعتداءات الجنسية، فقال لها بدعوى أنها حائض، قال لها اللي طاح في المقلى كيتقلى. هذا ما نسميه نحن بالافتراس، الافتراس الجنسي. متهمة كان كيخلي حتى وحدة، كيستغلهم في الصباح في العشية، في العشية أيضا الاستغلال الجنسي البشع القدر.